أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. من الحمل حتى الحوت تعودنا أنه نستمع إلى موجز سريع لأهم حركة الأفلاك ومدى تأثيرها متابعينا الكرام على صحة الجميع وعلى حظوظكم وعلى حتى أعمالكم. طيب متابعينا، يعني بس ما تقولون ميس أنه تفول علينا، لكن نحن في حركة أفلاك هي بعدها حذرة. شلون؟ بداية على أنه اليوم القمر لسه مستمر في مولود السرطان، عامل مربعين. المربع الأول اللي هو طبعا راح يكون كالتالي: المريخ مع المشتري في أعلى زاوية، تمام؟ أيضا عامل اقتران آخر وقريب من الشمس العذراء وزهرتها، هذه هي الأخيرة متراجعة، الشمس نازلة ساقطة في العذراء مع الزهرة ساقطة أيضا في العذراء. إذن وجهة أخرى المريخ والحمل في أبراج هوائية، كل هذه التداعيات متابعين الكرام إلها طبعا سلبيات. إيش هي على الأفلاك اللي هو أربع أبراج عاملة مربعين اللي هم في تراجع؟ طيب إيش ينذر هذا الموضوع؟ طبعا هو مصائب قوم عند قوم فوائده، أغلب الأبراج استفادت من هذا المربع اليوم اللي حاصل، لكن بالعادة اليوم على الأبراج أنه تأخذ أيضا حذر وأيضا ما تروح على أي تفاصيل. هسه من هي الأبراج المحذورة اليوم اللي هي الأبراج الهوائية اللي حتكون الميزان واللي راح يكون طبعا الدلو وأيضا الجوزاء. الجوزاء الجوزاء محاذير جدا مهمة، يعني المريخ عامل تراجع مع عطارد حاكم بيته في برج هوائي مثلك متراجع، عندك مشكلة، عندك كوكب صعب في بيتك وعندك تراجع خطير في برج هوائي مثلك. إيش هنا تنتبه لنوع العلاقات مع الشريك بالدرجة الأولى ومع المحيط الآخر، وأيضا مساء القبض عليك الانتباه، إما تروح لصرف وإما يتم عليك احتيال، فأنت تنتبه من قضايا احتيال وإيدك شوية تمسكها بالصرف، تمام؟ قضيتين مهمة. وننتبه إلى مولود الميزان سريعا، خليني أقول لكم للميزان، وربما أغلب المواليد الميزان مع هذه المربعات الآن اللي صارت فيس تو فيس هي الآن في محاذير أيضا لسه شوية متربعة وعدها حضور، يعني لسه الحذر داخل في طاقتها وعليها الانتباه، أشد الانتباه. يعني على الأغلب قد تمر بحالة صحية صعبة أو عليها الحذر من شخص أو عليها الحذر من أب أو أم أو عليها الحذر من مرؤوس عمل، أو ربما تروح إلى سفر وهذا السفر قد يكون مفصلي يخص حياة أو قرار مهم. يعني هذا السفر إذا راح فيروح إلى قرار واتخاذ قرار جدا مهم يخص حياته ويخص ربما يكون صحة أو يخص صحة ابن أو على الأغلب صحته هو، أو على يكون أشخاص مقربين إلى كان يكونون الروح أو النفس اللي هو يشعر بهم قريبين جدا من عنده. فهو تقرير مصير لمولود الميزان أو عمل آخر أو الانتباه لنوع العمل. هذه المواجهة من عطارد المتراجع في بيتك يا ميزان والمريخ الهوائي في أعلى نقطة، محاذير لليوم التالي اللي هو قمر السرطان هو اللي ينذرك بهذه المواضيع. إذن من الأكثر أبراج حظا اليوم حلو عليها، لسه نرجع ونقول لك يا مولود الثور كلش على الخير ومبارك، لأنه هو الثور واحدة من الأبراج الترابية اللي لسه متصدر في هذه المربعات وهو فوق كل طاقاته. إذن مال، حظ، حب، عودة علاقات جديدة، قبض يعطي ويأخذ أيضا، تمام؟ وقد يكون يروح أيضا إلى مساء الجمال. العقرب والحوت هم نفس الأشخاص، والعذراء أكثرنا جمالا يا عذراء، يعني لا حد لا يزعل ويقول لي شنو مساء العذراء. العذراء كانت جدا تعبانة العذراء، لكن هذه الفترة فترات العذراء. أغلب متابعينا شو يقولون؟ يقولون ست أشهر والله عدت هاي المرحلة كل شيء ما صار. زين أنت شنو ناطر؟ مثلا ساد بابك والحظ راح يطرق بابك يقول لك أنا الحظ جنابي جاي أسلم عليك مثلا؟ لا، هي اسمها مساحات واسمها فترات تنفع لأنه نقضي حوائجنا لجميع الأبراج في هذه الفترات. أيضا ما ننسى نمر نسلم على الأسد. الأسد بدأ يسلم وكأنه الآن خلص رمى كل أسلحته والآن قاعد على ضفة بعيدة وينظر للجميع، وهو من زمان أسد، هذه نظرته للحياة. لكن هذه الفترة راح تعتبر هي أيضا محاذير لمولود الأسد، فقط هاليومين ربما يذهب إلى مشاريع حلوة ما كانت في الحسبان، أو قد يكون هناك شخص متعلق بهذا المولود يأخذ إلى عالم أو طيف آخر. لكن عامة هي مساء الحظ، إما تروحون لعلاقات أم تروحون لفسخ علاقات أو تقوية علاقات، أو تنتبه إلى سلمة، أو ربما تنتبه أن تسقط من سلمة إذا كان السلمة وظيفية وإن كان السلمة حياتية.
هي الشكل حياتية شنو؟ لا البيت يعني الدرج، تمام؟ يلا متابعينا الكرام، يعني أنا حكيت بشكل مختصر عن بقية الأبراج اليوم اللي علينا محاضر مع هذا المربع اللي إحنا دنا نحكي عليه، أربع أبراج متراجعة. يعني نخاف متابعينا الكرام، بصراحة نخاف أيضا على الوضع العام بصورة عامة، لمسائل السياسة، لمسائل الاقتصاد، لمسائل الصحة، لمسائل على جميع الصعد الدولية وحتى المحلية. لسه في مسائل تراجع، من الغالب ومغلوب؟ أقسم بالله أعرف من الغالب والمغلوب، بس يلا مشوها، يلا خير إن شاء الله، لكن عامة خير يا رب خير. يلا نروح لاتصالات هاتفية مثل ما تعودنا متابعينا الكرام، أنه نتعرف على تفاصيلكم واتصالاتكم من خلال فقرتنا الصباحية القادمة. يلا معنا أول اتصال هاتفي. ألو ألو، صباح الخير. صباح العافية، ميت هلا عيوني يا قلبي. أنتي من معانا؟ وياكم زهراء من بغداد. أم زهراء من بغداد، أول مرة تتصلين أم زهراء؟ إي والله أول مرة. حياك الله، من وين من بغداد أم زهراء؟ من حي النصر. حياك الله وأهلا وسهلا بك. إيه أنا من مواليد 16/9/2008. خليك معايا ثواني حتى نحسب طاقتك. 16 قد؟ 9؟ 9/2/2008. تمام، لي 16/9 طبعا، هو مولود العذراء. نعم. عطارد ترابية، اي 82 انت؟ نعم. يلا يلا حبيبتي ام زهراء، اسمك القراءة لمنو انت؟ انتصار بسعيدة. عفوا؟ انتصار بسعيدة. انتصار. انتصار. عيدة. نعم. كلش حلو اسمك مع اسم الطاقة الام، بتناسب. يلا. يلا نصورة، قلبك الحلو. أسأل على مود الإنجاب. ها الأطفال؟ نعم. للإنجاب. طيب انتصار، أنت فاقدة نعم. طفل أو عندك طفل ودا تريدين مرة تلخ تسألين عن أطفال؟ أنا عندي 2 بنات وهاي صار تقريبا 10 سنوات ما يصير عندي، سويت تحاليل. طيب. يعني تحاليلي كلها نظيفة. طيب هسه انا سالتك كلامي صحيح، طلع ما عندك اطفال، طلع معك اطفال صح؟ نعم. تمام؟ شوفي قبل فتره كلش قصيره كان معك اجهاض، حصل مولود وراح اجهاض وياك؟ نعم نعم. صح كلامي؟ نعم صحيح. تمام. اذا اخذيها فرحه موعوده بمولود ذكر مثل الورد. وانت طالبته من ما ادري من وين طالبه. انت تطلبين في أدعية، صحيح. في كلام، في صحيح. وهذه النية صحيح. اللي أنت رايحة بيها وهذا الدعاء بالمحل في المكان، يعني أخذي حالا هذا الموضوع مجاب إن شاء الله. ووحدة حبيبة رايحة المكان مزار، فشي جايبت لك شي وياه، أخذتي له بعدك؟ يعني فشي ما أدري والله. ما وصلت شي؟ آه إي تذكرت هسه. آه تذكرتي؟ إي اي فتشي فتشي يعني. صحيح يعني طلبته يعني من هاي صينية القاسم. اه اني ادري بهذا الموضوع؟ لا والله ما تدري. مو اول مره تتصلين انت؟ اي والله. مو عبالك قاعده وياك؟ لا والله يعني حكيت كله صحيح. حبيبتي لا عاد توكلي خير وخليك على نفس النيه وقولي يا ربي والله معاك مولود مثل القمر. جدول قلبك بس يعني ايش وقت مثلا اقدر اعرف؟ هذه الفترات قريبه كلش قريبه، استمري استمري قولي يا الله. يا الله انت. تمام؟ يعني تمام. انا من حكيت لك هذه التفاصيل مو حتى بس حتى اقول لك انه كل يعني هذه المسائل اللي انت عاملتها انا ادري بيها، فمن اعطيتش الاسباب تاخذين بيها حتى تكوني على درايه من انه احنا شنو قاعدين نقول لك وتلتزمين بهذه المسائل. ايه تمام حبيبتي؟ اي والله انا مليت يعني هواي، سويت تحاليل وسويت اخر شيء هاي الاشاعه الملونه قالوا عندك امتداد ومتشحن يعني سويت كلش تمام كلش تمام، هذه عندك مولود مثل القمر يا ربي خير. يعني يا رب خير. يعني هذا الشهر اللي وراه لا احنا انت كثري من الاستغفار لله سبحانه وتعالى واستمري بنفس النيه والطاقه اللي بيك وقولي يا ربي خير. راح تسمعين خبر، خبر كلش حلو لمولود العذراء، يعني العذراء شمسكم عندكم والزهرة عندكم والقمر قريب ومقابل عندكم، في أخبار في بشائر إيجابية، مسائل حلوة تسمعون يا عذراوات. نعم. تمام؟ تمام. شكرا جزيلا لك يا حبيبتي يا أم زهراء، حياك الله ونسمع أخبارك الطيبة إن شاء الله. تمام. متابعينا الكرام
هسه حتى العذراء احيانا بعض المواليد من عشريات الوسط يقولون طيب مو انت تقولون اكو شمس عندنا في بيتنا واكو زهره نازله عندنا وقمرنا مقابلنا، ايش يضع العذراء وين؟ تحت الاضواء، وقد تذهب الى سماع اخبار حلوه بانتظار اخبار حلوه. اضف الى هذا الموضوع، مو بس هذا الموضوع، الموضوع الاخر انه الزهره اذا نزلت مع الشمس اذا يسمونه وبال سقوط، يعني ما نازله بمزاجها، لا نزلت تعبت ونزلت. النزول هنا ايضا يعرقل شويه مسائل الابراج الترابيه من ضمنهم العذراء، فاذا سمعت خبر قد يكون يتاخر الخبر شويه بالوصول الها، او في اصطبار او في صبر لهذا الموضوع. يا ربي خير، يا رب خير. يلا اتصال هاتفي اخر. الو الو، صباح العافيه. ميت هلا. سميت انا عدنان، قبل فتره خابطت على مدعين وهذا، ورحت الحمد لله وشكر السفر مالي تحقق. اخ عدنان، يعني احلى خبر سمعناه الصبح من اخ عدنان، رحت ونصحتيني وان شاء الله عيني تمام. يعني هو احنا سمعنا بس هاي المقطوعه، بما معنى انه هذا المولود كانت صحة توقعاتنا معه، هو الان على الهواء مباشره يتصل وتسمعون من عند الاخبار الطيبه. على الخير اخ عدنان، وان شاء الله يا ربي انه تحقيق جميع الامنيات اللي دائما ترجوها واللي دائما متابعينا يكونون معانا يأملوها. يلا اتصال هاتفي اخر. الو، يعني انا هذا وفاء متابعينا، كلش حلو انه يتصل حتى يسمعنا اخبار الطيبه، شكرا جزيلا لكم. يلا اتصال هاتفي اخر. الو، صباح العافيه. ميت هلا. يا قلبي انت، والله اليوم نحن سعيدين لعد بسمع صوتك. منو معانا؟ اسماء. اسمهان. ايه عفوا، ايش اسمك؟ اسمهان. اسمهان؟ اي شلونك اسمهان؟ والله الحمد لله، مثل عليكم. فدوى لقلبك، حياك الله. اول مره تتصليني سميه؟ اول مره، وصاني هواي اتصل وما احصل. الله، والله اليوم نحن كلش سعيدين ومحظوظين بيك. ممكن اعرف برجي؟ طبعا اكيد ممكن. يلا اسماء، ايش هو تاريخ ميلادك؟ 14/9/93. 14/9/93. تمام، يعني نحن 14/9 اكيد هو العذراء، وانت مواليد 93. طيب اسماء بنت خالده. طاقتش مع طاقه الاسم ممتازه، حلوه لا باس بها. طيب يلا اسماء، شنو تسالينا حبيبتي؟ اسال عن يعني عن صوره عامه وعن النصيب. يعني تسالين عن النصيب فقط؟ ايوه بصوره عامه يعني، وعن الصحه. طيب اوكي اسماء، انت منتقله من مكان الى مكان، وين كنتي؟ لا لا. طيب في انتقاله قد تكون موروده العذراء معها ايضا انتقالات، لان نحن من بدايه الخط اول ما فتحنا الحديث تحدثنا على انه نقلات جدا ايجابيه لمواليد العذراء، تشهد انتقالات حلوه. طيب ولا حتى يعني بس يعني سالفه القسم يعني والزواج تصير يحشون بها وبعد يعني تنسد. طيب اكيد اكيد، يعني هي واضح معاش ثلاث حالات واصله، يعني انه كلش صاير الموضوع اوكي وبعدين انه منتهي الموضوع، صاير معاش هذا الموضوع تمام. اي يعني يحشون بها وهاي وتصير مشاكل وهاي يعني مو تنسد. طيب اسمعيني أنا بس أسأل سؤال، أنت ما عاد شيء على إيدك؟ علامة كان يكون شوية، حرقة، إشارة، شنو هاي على إيدك؟ إي صح كلامي؟ إي صح. خلاص، من أعطيكم علامات ودلائل، شنو معناها؟ معناها على أساس ميس يعني إذا تشوفوا تدري، إي لا شوفوا أدري، بس من أقول لكم مسائل إنه اللي راح يصير شنو حتى تفرحون بي، أنا أعطيك دليل قبل لا أحكي على اللي راح يصير شنو، اللي راح يصير شنو يا حبيبتي؟ على منتصف شهر الـ 11 في قرانات كلش ممتازة ترفع لك هذه النحوسات إن شاء الله، يعني أنت داخلة على فترات على إقبال شيء جدا ممتاز، يعني يظهر معاك إن شاء الله يظهر معاك إتمام شيء، اكتمال شيء لمولود العذراء. اليوم العذراء ما شاء الله، تحياتنا لكل موالد العذراء من وين ما تتابعونا. اليوم العذراء حضوركم يجنن، شكلا أداء مضمونا، مسائلكم حلوة،
قمركم عندكم او مقابلكم، شمسكم معاكم، وايضا الزهره نازله معاكم، لكن النزول هو وباء، وباله هذا الوباء لاخر مسائل القران عند السيدات على اغلب العشريات اللي انت تتحدثين من عندها. لكن هل في موضوع ان شاء الله على القادم؟ اي نعم، في علاقات راح تتم عندك من منتصف شهر ال 11، يعني تبدا الحضور عندك وهذه النوازل تدعمك من شهر ال 11، ويكتمل عندك شيء ويظهر معك الاكليل. وهذا الاكليل اغلب الفلكيين يقولون شنو هذا الاكليل؟ طبعا هذا الاكليل خاص بينا، حتى نحن ننزل ان شاء الله موسوعه وننزل مجموعه خاصه بتوقعاتنا، واكيد بحضور يعني كل ما انتم تفضلتوا به متابعينا الكرام، واللي كان هو مصداقيتكم ومتابعتكم معنا. اذا هذا الاكليل يظهر معك يا حبيبتي ان شاء الله، ويعني هذا هو طوق الزواج او طوق النصر او طوق شيء ياخذك الى فرح. فيا ربي خير، يا ربي خير. يعني من تحصل ال 11 منتصف شهر ال 11 حبيبتي راح تبدا معك الى نهايه السنه، تكمل عندك طاقه حلوه، يكتمل عندك قضيه، تمام؟ واخبارك حلوه ان شاء الله خير حبيبتي. يعني ماكو شيء؟ شنو اللي ماكو شيء؟ دا اقول لك تكتمل عندك حاله زواج او زفاف او لا شيء. يعني مو انا الصير ومثلا ها تقصدي انه اخاف؟ لا، ما هو ما طالما انه كانت معك قرانات سلبيه قطعت معك هذيك المسائل، على اللي قادم ان شاء الله لا تمشي امورك باحسن ما يكون. قولي يا ربي. قولي يا ربي خير ان شاء الله. ماشي خلوده يا حبيبتي يا ست اسمهان بنت خالده، نسمع اخبارك الطيبه. لو صار معك هذا الموضوع اتصلي بينا وبلغينا، هم نقول لك الخطوه القادمه شنو، تمام؟ ان شاء الله. حبيبه قلبي الغاليه حياك الله وميت هلا بيك، يا مرحبا. متابعينا اليوم اكو تنوع بالاتصالات بصراحه، نشوف هواي اتصالات يعني مو متكرره، لا اليوم الحظ حلو لجميع المتصلين ومن جميع المحافظات، قاعد نشاهد اتصالات جديده، حضور حلو. ولو ان حضوركم دائما حلو مميز لكن اليوم غير. يلا اتصال هاتفي اخر. الو الو الو، صباح العافيه. مرحبا. الو الو، صباح الخير. صباح العافيه، شلونك؟ اهلا وسهلا عزيزي، منو معانا؟ مسلم رايحين من محافظه الديوانيه. مسلم؟ اي اي. الديوانيه؟ الديوانيه. شلونهم اهالي الديوانيه؟ والله بخير، ما دامتش بخير. يا ربي دوم خير وسلام وامان يا ربي. اول مره تتصلنا اخ مسلم؟ لا والله هذا المره، وثاني مره ازعل من عندك. تزعل مني؟ لا والله مستحيل، ما ازعلك والله. اي مسلم ليش زعلت؟ لا والله على مود العلاج، انا وعدتين على مرتي وماكو. وعدتك وماكو، زين انت ليش دائما بالدقائق الاخيره تحصلني؟ هالمره انا حزعل منك. ماكو والله العظيم 250 مره اتصل، 300 مره اوصل وماكو يعني. زين مسلم حاسبهم امانه الله، حاسبهم 300 يعني؟ اي والله هاي تطلع مكالمات عندي اكرر من الاتصال. يلا يلا, يلا يعني. تعال 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 دادة تعال، والله ما زعلك. يلا تقول عمرك. يلا انا راسلتكم على صفحه برنامج زاي كروز، تمام، ودزتكم المعلومات وكذا، قلت لي قبل اسبوعين تقريبا 20 طيب. يوم. طيب. وعندها اسمها مش طلب على والدتي. صار. بس نشوف صحتها. صار صار, صار, صار تؤمر امرك. تفضل عمرك. عيني عيني مسلم. والد ارض اسمها قبيله بالظلمه. اي خديجه؟ لا قبيله قبيله. قبيله. اي بالظلمه. ظلمه؟ اي اي. طيب قبيله بالظلمه. اي مواليد 54 شهر 7 يوم 1. 54 1 7 نقول. ايه ايه طيب تقدير ولا اكيد؟ والله هي اعتقد الشهر مضبوط، بس السنه اعتقد شويه يعني مو مضبوطه. احنا ما علينا بالسنه، علينا بالشهر. الشهر الشهر هاي مضبوط مضبوط مضبوط. اكيد اكيد اكيد. نقرا طاقة السرطان ترى خلاص. اي اي هذا على السرطان. يلا. عيني مسلم، قبل لا ابدي قراءة السيدة قبيلة. تمام. هذه المولودة بيضاء البشرة قصيرة ناعمة؟ صحيح. تمام؟ تمام. يمش حالاتها وطيبة حيل. يعني دائما شوفي مو الناس اكو واحد يجي يكسر هي تلحم. ذولا يكسرون وهي تلزق ترمم. صحيح صحيح يعني والله صحيح انا اعرفك. هذه الصفات اللي معاها. لكن هذه السيدة قد تعاني شيء يتعلق بالنخاع الشوكي للظهر. أو شيء عايقها عن الحركة. هي يعني مفاصلها وكذا يعني العمود الفقري تكلم بالمشاكل شويه صح؟ وهسه اللي واضح هالشكل بس. صحيح تمام. ما تنسى انه مسائل الكلى كلش حاضره وياها، قد تكون وحده. وهذه الوحده بصراحه مع هذا التثليث، لانه هي دا تقول انت سرطان.
معطول السرطان القمر من جهة العذراء عامل اليوم مربع تحذير، أنا شنو أقول؟ أقول لو تحب نقيس طاقتها على الأيام القادمة يكون جدا أفضل، لأنه اليوم الطاقة تعطيها محاذير لمولود السرطان. هو سرطان مرتاح إن شاء الله، يعني أموره تمام، قد يفرح بعودة ولد أو بنت أو سماع خبر حلو أو مسائل حلوة اليوم للسرطان، لكن من جهة جانب الصحة المريخ اللي عامل زاوية ترابية كلش خطرة للسرطان، قد يودي إلى مسائل كلى أو حوض الكلى. هذه دا تعاني هذه السيدة أو الظهر، يعني هذه المناطق اللي الآن اللي واضح وياها. تمام 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 تمام. على شغلة العلاج اليوم قبل اذا عندي شيء اضافي. اسمعني خليني اقول لك قضيه هسه. هذه التهيجات هسه احنا في ظل هذا المربع الترابي مع العذراء، يعني حتى مسائل العلاج شويه صعبه وياها، بس لكن من بعد متى تمشي طاقات العلاج وياها؟ من بعد 23، من 23 الى 26 بالضبط هذا المولود ينعم بصحه واموره تكون بخير ما يرام. تمام؟ يا الله. فما تقلق تمام. ان شاء الله امورها الله. تمام. والعفو تتمت ومفاصلها يعني القدمين شلون؟ يعني القدمين شويه مفاصله تعاني من عتر وكذا يعني. طبعا انت تحكي على مسائل القدم تمام؟ ايه. يعني نحن حكينا على هذه الزاويه الترابيه اللي هي مأثره على الحوض الكلى والظهر اوريدي راح يروح لمسائل الاقدام او ربما سيكون قد يكون شل حركه مؤقته او قد يكون قله الحركه بسبب هذه الزاويه اللي عامله معها. معك يا اخ مسلم اليوم 26 او 23 الى 26 مسائل العلاج تبتدي تعطي نتائج لهذه المولوده، يعني الان هي في طاقه زاويه، هاي الزاويه اللي تحدثنا عنها اللي هي من طبعا مريخ الجوزاء وعامله تراجع مع عطارد اسمع باوع، والشمس نازله هبوط وبال مع منه زهرة العذراء، فقط القمر اللي هو شويه يعطيها بصيص امل انه ها اليوم 26 و 3 و 26 تنتبه انه يبدا مسائل العلاج معها. فان شاء الله يا رب بخير، ننطر ان شاء الله نبدي على نوعيه العلاج ونصبر لهذيك الفتره، ربك ان شاء الله حلال ويكون امورها بخير ما يرى يا رب بخير. طبعا نحن بيظل هذه قبل لانه اختم، في ظل هذه التراجعات لا سامح الله لهذه الاربعه ايام، بصراحة متابعيني أكون دائما أكون صريحة وياكم، اللي معاه مرض خطير ما يشفى، واللي تعدى من هذه الطاقة على الحافة يا رب الحافظ له. أم سوري كلش آسفة، بس والله العظيم يعني هذه طاقة الفلكيين اللي تظهر مع هذه المواليد اللي عاملة هذه المربعات معهم. ألف لا بأس عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله متابعينا، وألقاكم بتوقعات جديدة ومربعات أخرى من 23 إلى 26، أحداث جدا جميلة تخص جميع الأبراج. طبعا بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو كالمعتاد، راح أقول لكم باي باي.